السلام عليكم، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر. اتمنى يعني كان عيد سعيد علينا كلنا. فبعد العيد كده انا حبيت اعمل فيديو يعني اليوتيوب، فيديو معمول بالعرض عشان الناس اللي بتشتكي ان الفيديوهات بتطول. فنزلت كده دورت في السوبر ماركت على يعني اي منتجات مستورده، اي حاجات كده مستورده غريبه، خصوصا يعني ان اليومين دول في مصر الحاجات المستورده قليله شويه، والحاجات المستورده الغريبه او الجديده ما بلاقيهاش بسهوله بصراحه. فسيبنا من الكلام ده كله، خلينا نركز في فيديو النهارده. النهارده يعني بعد القيل والقال والكلام اللي اتقال على الاندومي وان الاندومي اتسحب، لا ما اتسحبش، بعد كده نلاقيه في السوبر ماركتس والكلام ده كله. كنت بدور كده في السكشن بتاع النودلز في المحلات اللي بتجيب حاجات مستورده، لقيت نوع نودلز موجود مستورد من الصين. النودلز ده اسمه مستر نودلز، اسم كرييتيف جدا، مستورد من الصين. لقيت منه اربع اطعمه، جبتهم كلهم عشان نجربهم. في طعمين تانيين لقيتهم بس مش مستر نودلز، يعني منتج تاني كده، وكان ب 10 جنيه. انا حتى ما اعرفش يعني هو صنعها ايه، فقلت خليني اصور النوعين دول لوحديهم او الطعمين دول لوحديهم، فيديو كده ينزل برده على فيديوهات فيسبوك او على يوتيوب، يعني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الحملة الدعائية الجامدة اللي نون عملها في رمضان والخصومات اللي كان يعني عاملها جامدة جدا في رمضان، نون برضو لسه مكملة في العروض اللي بعد العيد، عامل خصومات جامدة جدا. أجمد حاجة في نون اليومين دول هو عامل تقسيط من غير فوائد، وخليني بكرر على كلمة من غير فوائد دي، يعني هتلاقي حتى في تقسيط على تكييفات عاملها ال جي وشارب وكارير، وفي حاجة تورنيدو تقريبا عاملين معاهم دي اليومين دول، برضو تقسيط من غير فوائد. برضو من الحاجات الجامدة والمحترمة في نون اليومين دول ان هو ما غلاش الأسعار على طول، يعني خصوصا مع الزيادات اللي بتحصل الفترة الأخيرة، يعني معظم الحاجات أسعارها ثابتة أو زادت مثلا حاجة بسيطة جدا، سواء موبايلات سواء لابات سواء هدوم. قسم الاجمد بقى في نون بصراحه اللي بيريحك من يعني مشاوير السوبر ماركت وكده هو قسم البقاله ده. قسم البقاله ده بتلاقي ان الاسعار تقريبا يعني شبه اللي في السوبر ماركت بالظبط، وبتلاقي خصومات جامده جدا، يعني هنا بص خصم كذا لما تاخد كذا. الحاجات دي بتبقى مع براندات كبيره يعني زي كامينا، سبايسي، زي اريال، والحاجات بتوصلك لحد البيت. فلو انت يعني ما بتحبش مشاوير السوبر ماركت تخش تطلب كل اللي انت عاوزه وهيجي لك لحد البيت، وهتكون كده وفرت مشوار وبنزين. ولو قررت يعني تجرب نون هسيب لكم برومو كودز ممكن تاخد خصم 10% على الحاجات اللي انت هتشتريها من نون. هو اربع اطعمه، فراخ وفراخ كاري وخضار وجمبري. سعر النودلز دي 25 جنيه، 85 جرام. وخلينا نبدا باول طعم معانا، هو طعم الفراخ. بقالي كتير جدا ما طلبتش من الناس تعمل لايك للفيديوهات. لو عاوز تعمل لايك او لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك معانا في القناه، اشترك معانا على صفحه فيسبوك. طريقه التحضير: كوبايتين ميه ساقعه مغليه، وهنحط النودلز عشان تطبخ من دقيقتين لثلاث دقائق لحد ما النودلز تبقى تندر. ودونت اوفر كوك. اول مره بصراحه اشوف نودلز صيني يعني بالاطعمه العاديه دي، يعني دايما بيقعدوا يحطوا شطه او بيحطوا يعني حاجات غريبه. ده شكل النودلز كده. اوكي، هي كبيره شويه، لونها ابيض خالص، هي بس البهارات تحسها لونها اصفر خالص كده، يعني قلب على مرق دجاج. هنحطها كده، هنسيبها بتاع 3 4 دقايق كده هنرجع نلاقيها استوت. انا عارف ان في ناس بتقعد تحطه على النار والكلام ده كله، بس انا بصراحه بحب الطريقه دي. نقلب بس كده البهارات. ريحه الشوربه نفسها حلوه، بسم الله، هو لذيذه. حاسس بس المايك كتير شويه. اول مره بصراحه اجيب نودلز صيني ما فيهوش افتكاسات، ما فيهوش بقى الحاجات بتاعه البحر دي او الخضار اللي بيقعدوا يحطوه ده، نودلز تقليدي جدا، كوبي بيست الاندومي، يعني حرفيا مفيش فرق، نفس طعم البهارات الخفيف ده، بس النودلز طعم الفراخ فيها يعني هادي شويه، اللي هو تحس ملح قليل مع طعم فراخ معتدل. الفرق الوحيد بس هتلاقيه في الشعريه نفسها، الشعريه هنا رفيعه جدا ما بتعجنش زي اندومي مثلا الفتره الاخيره، دايما تحس ان هي بتفرول منك كده، قليله برده، ودي حاجه حلوه جدا. تاني طعم انا لقيته هو فراخ كاري. الاندومي بيسموه كاري بس، لكن ده مكتوب عليه كاري تشيكن. هنا بس تحس ان البهارات كميتها اكبر شويه، قلب على ملح كده، تحس مليانه ملح. ريحه الكاري مش باينه قوي بصراحه، وهنسيبها بتاع 3 4 دقايق كده. ريحه الكاري ضربت في الاوضه، الشوربه كلها بقت لونها اصفر كده، النودلز كله بقى لونه اصفر كمان. جامده جدا، حرقه سيكه كده، مش حرقه يعني مشطشطه، لا يعني حرقه في بقك كده، عندك شويه برد هتخش تسلك الدنيا. في رايي انا الفراخ بالكاري طعمها بيبقى احلى من طعم الكاري لوحده. كنا جربنا تقريبا ماجي بالكاري لوحده كان طعمها سيء جدا، انك بتاكل حاجه بطعم الكاري صرف. بسم الله، هي حلوه شغاله مش وحشه، بس حسها يعني نفس الاولانيه، برضو نودلز بطعم الفراخ بس يعني تحسه حرقه سيكه كده، وبرضو الحرقه ده مش ان هو شطه، لا الحرقه ده اللي هو طعم الكاري نفسه، تحس الطعم قوي وتحس ان النودلز كده تقيل يعني في دهون شويه.
برضه نفس نوع الشعريه المستخدمه، فتحس ان الشعريه رفيعه كده مش معجنه زي الاندومي. طعم الفراخ لوحده يعني احلى من ده، ده يعني في شويه سنس كده، ايه يعني حاجه حرقه شويه. الطعم هنجربه النهارده هو مستر نودلز جمبري. الطعم ده موجود برضو في الاندومي، اسمه نكهه الروبيان، وبيبقى لونه ازرق كده، مش دايما بتلاقيه بصراحه. مره واحده بس جربته ما عجبنيش قوي، حسيته مش مفهوم كده يعني، لا منه جمبري ولا منه يعني ريحه جمبري. الريحه دي قلب على بامبرز كده مش عارف. ده شكل البهارات بتاعت الجمبري، لونها يعني تحسه قالب على بينك كده شويه، برضو تحس فيه ملح كتير. ده تحسه فيه زي حاجات خضره كده صغيره يعني، تقريبا كرفس لان حجمها صغير جدا، فحتى مش هتحس بطعمها. يا ريتني سيبت طعم الجمبري ده اخر حاجه، لان ريحه الاوضه فعلا مش حلوه. ده تحسه يعني لونه كده قلب على لون بينك، لون بني كده غير مفهوم. طول عمري ما بحبش الحاجات الصناعيه اللي بطعم الجمبري دي، ما بستريح لهاش نفسيا. والله الشربة طعمها مش بطال يعني، طعمها هادي كده شوية، مفهوش زفارة، سنة كده سبايسي شوية. بسم الله، مش حاسس بأي طعم جمبري خالص، ولا حتى ريحة جمبري حتى. يعني زي ما بقول لكم في ريحة كده غريبة، يعني مش جمبري بس في ريحة غريبة. هو الحلو بصراحة إن الموضوع مفهوش زفارة، لأن في الحاجات البحرية بالذات لو اتعملت بريحة زفارة أو كده، خصوصا يعني ناحية الحاجات الآسيوية، ما بتقبلهاش قوي. ده بوينت ليه، بس يعني زي ما بقول لكم مفيش طعم جمبري، مفيش ريحة جمبري، مفيش حاجة أصلا. آخر طعم هنجربه في مستر نودلز، الطعم اللي أنا حبيته بصراحة عشان أنتوا قلتهولي، هو طعم الخضار. بجيب الأندومي اللي بالفراخ، بس بصراحة من ساعة ما الناس قالت لي إن طعم الخضار أجمد، فأنا بصراحة دقته وهو فعلا يعني طعمه أجمد. خلينا المرة دي نجرب كده نحط البهارات في الآخر خالص، يعني بعد ما بتاع يستوي أصلا. في هنا زي خضار مجفف كده صغير، برضو تحس ان هو قلب على كرفس، ممكن بصل مش عارف. بسم الله، عامل خضار هنا جامد جدا في الشوربه، حلو جدا يعني، عارف اللي هو ايه، السهل الممتنع. طعم كده بسيط خفيف، ما تحسش ان هو بيوجع بطنك، تحسه معسل كده سيكه بسيطه. يعني اصلا انا بدات احب طعم الخضار ده لان حاسس ان هو اكتر طعم ما بيوجعش بطني او ما بيكركعش بطني بعد ما باكله، عكس الفراخ او الحاجات دي بتحس ان هي مليانه بهارات. حلو جدا والشوربه طعمها حلو جدا. طب كده تقييماتي انا بقى للنودلز بتاع مستر نودلز، انا لو هختار هختار يعني الخضار اعلى حاجه، وبعديه الفراخ، فراخ كاري، واخرهم الجمبري. اي حد كان جرب المستر نودلز ده سواء هنا في مصر او بره مصر او في اي حته يعني في العالم، يا ريت يشاركنا رايه تحت في الكومنتات، وما تنسوش يعني تعملوا لايك بمناسبه العيد، وشير للفيديو، لايك لصفحه فيسبوك، فولو على انستجرام، وشكرا جدا ليكم، سلام.